جديد مشاهدينا، سعيدة في صحافة الفنية والتحليل الفني مع الأستاذة محاسن. أحمد عبد الله، أهلا وسهلا بك، إن شاء الله بخير. أهلا بك نجود، ومرحب بكل مشاهدي مساء الجمعة ومساء طيب عليهم. الله يخليك. نبتدي طوالي قراءة المحاور أو العناوين الرئيسية. رئيس اتحاد المهن الموسيقية: سنعيد ضبط الساحة الفنية وتصاديق الحفلات، لن يكون مسموحا بها لغير أعضاء الاتحاد من الفنانين. فشل حفل سامو زين يثير المخاوف بشأن الحفل المرتقب لمحمد منير بالخرطوم. علياء هيكل ومنصور صويم يفوزان بالمركزين الأول والثاني بمهرجان جائزة الطيب صالح العالمية. وأخيرا نادي الخرطوم جنوب يكرم الفنان زكي عبد الكريم في احتفالية رائعة. نبتدي برئيس اتحاد المهن الموسيقية وإعادة ضبط الساحة، يعني ما في أي غناء ثاني حيكون إلا لأي شخص يكون ضمن الأعضاء، يعني العكس صحيح؟ طبعا منذ تولي الأستاذ نجم الدين الفاضل نبارك له من هنا المنصب تغلد اتحاد رئيس اتحاد المهن الموسيقية، يعني كشف عن جملة من القرارات من خلالها بيحاول انه غربلة الساحة الفنية والهرجلة الحاصلة فيها، من ضمنها انه تاني اي فنان ما بيملك الرخصة ما حيمارس مهنة القناع، بالاضافة لانه طبعا الفترة الجاية هو الاتحاد في طريقه انه يتكون لنقابة من خلالها، بعد ذاك حتحصل غربله كبيره، حتى الناس الحاملين الرخص يعاد الرخص، بعد ذاك حتكون في لجنه لاجازه الاصوات لانه كان في كثير من التجاوزات حصلت، بعد ذاك حيكون في تصنيف للفنانين، حيكون رواد وجزء معروف لدينا، رواد مثلا عندك الكبار محمد الامين، الفنانين الكبار ديل، بالاضافه لمعروف لدينا مثلا عندك امثال فرفور، هلالية، مين كده، لانه الساحه الفنيه مؤخرا حصلت فيها مشاكل كثيره، كان سعى الفنان السابق الرئيس عبد رئيس الاتحاد عبد القادر سالم، لكن برضه باءت الجهود بالفشل. بنتمنى انه يكون في ضبط حقيقي للساحه الفنيه من الافساد للزائقه الفنيه اللي حصلت مؤخرا. فشل حفل سامو زين يثير المخاوف، يعني في حفل مرتقب للكينج محمد منير محاسن. والله نحن يعني كسودانيين يعني بنرحب يعني بكل، يعني زي ما نحن بنتبادل، بيمشوا فنانين برا، بيجوا فنانين هنا عندهم جمهورهم كده، لكن يعني اول حاجه لو جينا لفشل حفل الفنان السوري سامو زين يعني كان متوقع تماما، لانه سامو زين يعني انت لما تيجي تعمل حفله كمتعهد بتكون عارف الارضيه، جمهوره قدر شنو، القاعده الجماهيريه ما ممكن تكون بتعرفه قله، يعني بصراحه يعني دي الحقيقه انه بتعرفه فئه بسيطه جدا، يعني حتى اللي بيعرفوه لما انت تقول انا ما بعرف، نحن متابعين في وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك خش جوجل شوف، انا اخش جوجل اشوف حتى نجي اشتري لي تذكره بكم عشان اجي احضر لي فنان، اساسا دخلت فئه بسيطه جدا جدا، قد تكون الناس اللي ادوهم تذاكر اكراميه وجزء احتمال تكون من الجاليه السوريه او غيره، لكن فشل ذريع باثبات بالفيديوهات. اما الفنان الكبير محمد منير اللي هو ملقب بالكينج يعني عنده جمهوره، وما هي الزياره الاولى له في السودان، هو قبل كده يعني جود جا السودان محمد منير بتربطه علاقات طيبه بالفنانين السودانيين وكده، لكن برضو انت لما تيجي تشوف ما اي فنان عنده جيله وعنده ناسه، محمد منير فنان كبير عنده جماهيريته وعنده شعبيته، لكن انت كمتعهد بتاع حفل بعد ذاك بتدرس تشوف مدى اقبال الناس او الجمهور وقدر شنو، لانه انت لما بتجي تجيب فنان زياده على اجره مصاريفه الرحله عدد الفرق الموسيقيه المرافقين له سواء كان مدير اعماله او اللبيس او غيره، اجر الحفل، الفندق اللي حينزل فيه، المسرح اللي حتحيي فيه الحفل، حتعمل التذكره بكم، يعني نحن في وضع قد يكون يعني ما زي السنوات الماضيه، الظروف الاقتصاديه اصبحت طاحنه جدا جدا، المواطن السوداني يعني بيكابد وبيلهز عشان يوفر لقمه عيشه، يعني انت لما تيجي داخل حفله ما بتكون براك لو في اسره عندك زوجتك او ابنائك او انت معك اصدقائك او كده، حق التذكره اللي انت بتشوف انه بتدخل به الحفله تحديدا في الظروف الحاليه، ونحن للان في ناس ما صرفت المرتبات، بتقول احسن يعني انا اجيب به عيش لبن او تدفع به ايجار
او تجد به علاج. الناس تتكلم بصراحه يعني الظرف الاقتصادي صعب جدا جدا. انا يعني بشوف انه دائما الناس اللي بتقيم الحفلات دي بتجيب تجلب فنانين من الخارج، تراعي يعني تشوف الحاصل شنو الوضع، تكون في قراءات. يعني انا ما ممكن انا المستمع العادي او المشاهد العادي او المواطن العادي بكون عارف يعني انه الحفله ده حيفشل لانه 1 2 3 الا يكون عند المتعهد ما حسابات بتاعت ربح او خساره. نعم، عدد كبير من الفنانين في الدول او يعني الوطن العربي خصوصا من سوريا الحبيبه، وعارفين كلنا طبعا الظروف المأساويه والكارثه الكبيره اللي حلت على الشعب السوري، انتقدوا تواجد سامو زين. والله طبعا دي فاتت علي، مع انه دي كانت النقطه المهمه خالص يعني انتقاد كبير. أيوة، يعني لانه في الوقت اللي كان فيه الفنانين السوريين العرب الخير كلهم كمية في ازمه كبيرة، لانه سامو زين لما جاء عاوز يغني هو في ناس لسه عنده جثث تحت الانقاض ما كانت طلعت بسبب الزلزال. يعني وين الانسانيه؟ نحن لما نجي نتكلم عن الفنان، الفنان ده شخص مرهف في المقام الاول، بيتمتع بانسانيه عاليه جدا جدا. لكن انا ما عشان حفله او نظير، يعني في ناس بيقول لك لا الزول ده يمكن كان مربوط من بدري والزول ده عليه التزامات، ده كله يروح مقابل انك يكون عندك موقف تسجل لك موقف واهلك بيموت. يعني انا يعني بفتكر انه ده تصرف والله غريب جدا جدا لفنان. يعني جد انا استنكرت تماما. يعني بعدك انت شلت القروش ومشيت، حتى لو عندك التزامات عندك، لكن حتودي وشك وين؟ نحن وجدنا يعني الناس متابعه خلال القنوات العالميه، انت شفتي يعني الفنانين حتى كانوا موجودين في ارض الحدث. يعني لانه ما ممكن انت شعبك بيموت وجثث ما زالت تحت انقاض الزلزال وانت بدك تغني وعامله جلسات تصوير وغيره، وانت كنت فرحان يعني. وفي الوقت الناس اللي كانت زعلانه، وين الانسانيه؟ الشعب السوداني المتضامن دائما يعني متضامن. يعني الاغلبيه يمكن كان الفئه البسيطه هي اللي كان بتحاول انه تلقى عذر للفنان، لكن ما كان في عذر مقبول نهائي. نعم. ما في صوت يعلى على صوت الانساني. الله يرحم اي شخص انتقل في سوريا رحمه الله تعالى. علياء هيكل ومنصور يفوزان بالمركزين الاول والثاني بمهرجان جائزه الطيب صالح العالميه. طبعا في اليومين الماضيات ديل كان اعلن مجلس امناء جائزه الطيب صالح عن العالميه المعنيه بالابداع الكتابي في نسخته 13 عن اسماء الفائزين في المهرجان. طبعا المهرجان اقيم في فندق كورنثيا بحضور لفيف من اهل الثقافه والفنون والادب. نالت من خلاله الروائيه المصريه علياء هيكل المركز الاول عن روايتها الخروج من البئر. والروائي السوداني منصور السويم نال الجائزه الثانيه عن روايته بتحلب ازرق. طبعا الجائزه دي يعني جود بتشتمل على 3 محاور. المحور الاول هو الروايه، المحور الثاني القصه القصيره. طبعا ديل محورين ثابتات، لكن المحور المتغير هو او المتحول المعني بكل ضروب الكتابه الابداعيه. يعني زمان كان في الدورات السابقه كان بتشمل الشعر، أدب الأطفال، الترجمة، بالإضافة للأدب النقدي، الأدب النقدي. فبالتالي في المهرجان ده اختار المجلس بتاع أمناء الجائزة الدراسات النقدية حول نقد الشعر العربي والإفريقي اللي أحرز من خلاله المركز الأول الروائي الناقد المغربي خليل الخياط، عبد الرحيم الخياط أحرز المركز الأول عن دراسته النقدية اللي هي كانت عن شعرية الأرض للشاعر محمد مفتاح الفيتوري. وطبعا الجائزة دي هي معنية بذكرى إحياء ذكرى الأديب العالمي السوداني الطيب صالح، وهو تشجيع للإبداع الكتابي، بالإضافة هو احتفاء بقيم الآداب والفنون والثقافة. نعم. على صعيد آخر برضو يعني لقاء للعقول المثقفة من جنسيات طبعاً مختلفة تحت سماء الخرطوم. أيوة، عدد من الجنسيات يعني شارك. طبعا المجال ما بسع، حصدوا عديد من الجوائز جنسيات مختلفة في مجالات مختلفة من ضروب الأدب والفنون. نعم، ده شيء جميل. نادي الخرطوم أخيرا جنوب يكرم الفنان زكي عبد الكريم في احتفائية رائعة جدا. والله طبعا هي حاجة جميلة جدا جدا. يعني نحن دائما بنتكلم تكريم الفنان، يعني جود
يعني بعد ما يكون رحل للدار الآخرة ما عنده قيمة. صحيح. لكن حاجة جميلة، هو رد جميل، إنك كونك ترد الجميل للفنان وهو حي، دي حاجة جميلة جدا جدا. أول حاجة أنا بحيي روادنا منتدى الخرطوم جنوب والقائمين بالاحتفالية، الفنان زكي عبد الكريم فنان كبير له منتوج فني، عدد من الأعمال الكبيرة اللي بيرددوها الفنانين، بيستحق مننا كل تقدير وكل احترام، يستحق كل الاحترام وكل التقدير، وبنقول له درد للجميل. نعم. وبنشكر الجميع على نتكلم في الجانب النفسي، يعني مثل هذه الاحتفائيات او الاحتفاليات عموما بنشوف عدد من الدول العربيه الاحتفال، شكل الاحتفال ذاته مبهج بصوره ما احتياديه، لدرجه انه المحتفى به قد يبكي يعني على منصه المسرح. طبعا ده بيكون تقييم، يعني التقييم يعني انت لما تيجي تقيم فنان نظير ما قدمه، لانه الفنان ده بيكون يعني استهلك من صحته من وقته واسرته تفاصيل كثيره، يعني الفنان الحقيقي يعني جود يعني بيكون مرة بحاجات صعبه جدا جدا، يعني ما ما ما, ما بالهي لحد ما وصل له. يعني انت قدمت نزرت عمرك لجمهور لناس معجبين بتحبك، لما تجي تقييمك التقييم ده وانت حي، انا تخيل لي يعني ده تكريم ما بعده تكريم، ونحن اللي بنشاهده برا لوجود الامكانيات وغيره، لكن بنزعل جدا جدا لما يكون في تكريم ما بليق يعني بالفنان، يعني انك كونك تجي تديه وشاح او تجي تديه شهاده تقديريه او كده، يعني قد تكون من مجموعات صغيره لكن برضه في جهات كبيره بتعمل كده، لكن ليه انا ما اعمل لي تقييم وتكريم محترم جدا جدا لفنان عشان يحس بالشيء اللي قدمه وانه ده رد جميل لشيء ما سهل يعني هو عمله. انا بتمنى انه الناس يعني تستمر في الحاجه دي وما نجي نتباكى بعد ما الفنان نجي نعمل له تكريم وما في قيمه. نعم. ما في قيمه. في اطار برضه الجمال والذكريات، يعني اول ذكرى سنويه 17/2 يصادف ذكرى اسماعيل حسن، وبكره ان شاء الله ذكرى الراحل الكبير يعني وردي، ويا ريت برضه نتكلم في الجانب ده من خلالك. والله يعني اسماعيل حسن ووردي يعني طبعا ثنائية يعني قدمت لنا كثير يعني من الأغنيات، كثير من الجمال، كثير من الألحان، يعني نحن بنفتقد، يعني الزول يعني بيتمنى يعني وردي واسماعيل حسن رحلوا لكن تركوا يعني إرث فني جميل. بنتمنى انه الفنانين يعني الموجودين الان سواء كان من الشباب او الجيل اللي بعديهم انهم يحزوا حزم، يعني ثنائيه جميله بتقدم شيء مختلف، بتحس بتقارب بالانسجام بيناتهم، يعني ما كان حاجه ما بتحس انه فنان وشاعر فقط، يعني ولا فنان جاي ده يشتري من شاعر قصيده او لا، كان بيناتهم تآلف، بيناتهم محبه، اتضح ده في الاعمال اللي قدموها لنا. وده انا قلت انه يعني صوت لا يموت نهائيا، صوت لكل الاجيال الفنان وردي. طبعا يعني طبعا سهلا ممتنع. طبعا وردي هو موجود بيناتنا باغنياته بالحانه بكل جميل، يعني ورده صداه يتردد، يعني يكفي انه هو الفنان الاول، يعني فنان افريقي الاول. صحيح. له الرحمه والمغفره. قبل شويه كان معي برضو استاذ صلاح الباشا وتكلمنا في نقطه مهمه، وبرضو يعني في اطار عملك النقد، خصوصا النقد الفني بين الموهبه والتخصصيه، الشخص المتخصص نظرته لاعمال او حتى لكتابات اخرين ما شخص زي الموهبه، او احيانا يكون النقد ما في محله محاسن. والله يعني جود يعني بصراحة يعني النقد عنده تخصصية دراسة، يعني ما ساي، لأنه أنت لما تجي يعني هسه في كتار يعني من الزملاء الصحفيين يعني قد يكون النقد مبني لحاجات شخصية، يعني أنت زعلان من فلان أو كده عاوز تشوه العمل اللي قدمه أو مسيرته أو كده تفاصيل، لأنه النقد ده يعني أنت ما مسؤول، يعني انت كونك يعني تحلل عمل او انت مش شخصيه، هي عمل شخص قدمه او غيره سواء كان فنان او موسيقي او مسرحي او كده، بيكون مبني عليه اسس وقواعد معينه، يعني ما مبني على الامزجه، يعني ده الكثير الهسه قاعد يحصل، وللاسف هنا يعني بتقيم التخصصيه يعني على القله، ودي حاجه مؤسفه جدا.
نعم، عموما أنا بشكرك، نورت المساء محاسن، شكرا جزيلا والله لك. وأنا شاكر لك كثير، وشاكر لكل المشاهدين، وشكرا لكل الفريق العامل معك، ومساء سعيد على الله الجميع إن يكرمك، شاء الله. شكرا جزيلا. إذا المشاهدين الكرام وصلنا إلى الختام، شكرا للتيم العامل لمساء الجمعة، تمنياتي للجميع بقضاء أحلى الأوقات مع ما تبقى من برامجنا على شاشة النيل الأزرق. شكرا، ومني أنا دائما نجود حبيب، أحلى ورق، التحايا، مع السلامة وفي أمان الله.